دشنت مجلة براعم الإمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوبريت وطني تحت شعار أحلى ديرة، احتفالا بالأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد. وشهد الحفل مشاركة جمعا من المواطنين والمقيمين، كما تخلله إلقاء الأناشيد الدينية والعروض المسرحية استعرضت تاريخ الكويت منذ نشأتها ومعالم التطور الحديثة فيها. احتفالا بالأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد، دشنت مجلة براعم الإيمان بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوبريتا وطنيا تحت شعار أحلى ديرة، بمشاركة جمع من المواطنين والمقيمين. ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، طبعا احنا قدمنا شيء بسيط اللي هو أوبريت أحلى ديرة بمشاركة مراقبة حلقات البنات الطالبات، كذلك ودعم قوي من إدارة براعم الإيمان. وأكدت رئيسة فريق رؤى الإعلامي أحلام بركات أن إقامة الأوبريت تأتي انطلاقا من أهمية الاحتفال بذكرى العيد الوطني وعيد التحرير، مشددة على أهمية فتح المجال أمام الأسر الكويتية للاحتفال بالمناسبات الوطنية في أجواء إيمانية. قمنا بإعداد هذا الأوبريت اللي شفتوه مع بعض، عبارة عن نشأة الكويت من بداية النشأة إلى يومنا الحالي بطريقة إنشادية حوارية. وتخلل الفعالية أناشيد دينية ومسابقات متنوعة، إلى جانب عروض مسرحية استعرضت نشأة الكويت والمراحل التي مرت فيها ومعالم التطور الحديثة.